طمني بقى، مفيش اخبار عن وفاء والواد؟ مفيش اخبار ازاي يا راجل؟ ده خلوال هالكرسي، اقعد يا جود يا حبيبي. طب رايح بالي بقى، الله يريح بالك. هما فين؟ وفاء في الكويت دلوقتي، بقى لها فوق عن سنه. بتعمل ايه في الكويت؟ بتشتغل في التطريز. ما هو بعد ما جالنا خبر موتك يا جود، والله زعلنا عليك. المهم اتعلمت بقى اخويا التطريز، وبقت تعمل بقى الفساتين بتاعت الافراح الغاليه قوي دي. طب معاكش تليفونها ولا عنوانها ولا اي حاجه؟ والله من وقت للتاني بتكلمني عن محمود، وساعات على الموبايل، بس ما بيطلعش رقم يا اخي، بيطلع كلمه له كلمه. طب الواد معاها؟ الواد معاها. امال هيروح فين؟ امال هي بتعمل كل ده ليه يا جود؟ ما هو عشان الواد. ريحت قلب ربنا يريح قلبك. دي هتفرح قوي قوي يا جوده لما تعرف انك عايش وانك رجعت مصر. يا رب. هتسيب السماعه من هنا وعلى اول طياره من هنا.